نشكروا الزبناء ديالنا اللي وضعوا فينا الثقه ديالهم ونضمنا لكم قرعه غادي يشارك فيها اليوم جميع زبناء فوتو اللي اشتروا من عندنا ما بين شهر 7 وشهر 10. اليوم كنحتفلوا بمرور 26 سنه على انطلاق ديال علامه فوتون للشاحنات، علامه عالميه اللي حنايا كنوزعوها في مجموعه اوتوهول وخصيصا في شركه افريكا موتورز. اليوم باش نشكروا الزبناء ديالنا على الثقه اللي وضعوا فينا، درنا طومبولا اللي غادي يربحوا فيها جوج من الزبناء ديالنا، يربحوا فيها جوج ديال الشاحنات فوتون تي ام. هاد الطومبولا يشاركوا فيها كاع الزملاء اللي شراو من عندنا شاحنات فوتو من شهر 7 حتى لشهر 10 في جميع فروع اوتوهول في المملكه. اسم الاول الفائز هو تاغي الحاج من سيدي قاسم. هاد الطومبولا هادي تجربه اولى بالنسبه الشركة اوتوهول وبالنسبة ديال العلامة ديال فوتون، وغنشوفوا الاقبال اللي غادي يكون، ويمكن تجدد من بعد. وهي كشكر للزبناء ديالنا، يعني كان غادي نديروا يعني احداث واحده اخرى اللي غادي يكونوا، اللي غادي نقدروا نشاركوا فيهم الفرحة مع الزبناء ديالنا اللي يعني اختاروا الشاحنات ديال فوتون. هاد الشاحنه هادي اللي كتشوفوا معايا شاحنه اللي يعني دابا فتنا 300 وحده اللي تباعت في المغرب من 2021 الان، يعني بدات كتعرف والزبناء بداو كيثقوا فينا، كيجربوها، كيهضروا عليها، وهي جوده عاليه الصراحه. يعني الناس اللي جربوها عجباتهم، فيها الشحنه ديالها طن و 600، هي شاحنه ديالها 3 طن و 500 في نواة كبار، فيها اللامات، فيها لاكليم، فيها الكاميرا، فيها الجاج الكتريك، يعني شحال من حاجه اللي مزيانه اللي كتجعل منا انه موضع الثقه ديال بالنسبه للشاحنات ديال 3 طن و 500. ان شاء الله نشوفوا في الفرصه الجايه اللي غادي نقوموا بها، يعني بحفله اللي غادي نحتفلوا بها بالزبناء ديالنا كاملين، وخصيصا هاد جوج ديال الفائزين السعداء اللي ربحوا معنا اليوم. شكرا بزاف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.